كرام، اهلا بكم الى نشرة الظهر من الإذاعة الوطنية. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 24 و2000، وفي النشرة تقرير يرصد اجواء يومها الاخير. بداية من يوم غد صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة والمساعدات الظرفية بمناسبة عيد الفطر المبارك. على هامش انطلاق دورة 21 من منتدى تونس للاستثمار، توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الأوروبي للاستثمار لفائدة قطاع التعليم بقيمة 25 مليون أورو. وفي العالم، محطة الأكسجين الوحيدة في غزة مهددة بالتوقف لعدم توفر الوقود، ومنظمة أطباء بلا حدود تؤكد استشهاد 800 فلسطيني في غزة منذ مطلع جوان الجارية. إلى التفاصيل. اختتمت اليوم بكافة معاهد الجمهورية اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 24 و2000 التي شهدت مشاركة أكثر من 140 ألف تلميذ وزيادة في عدد المترشحين ب 2305 تلميذ مقارنة بالدورة السابقة. هذا وكانت وزارة التربية خصصت لهذه الدورة 586 مركز امتحان و28 مركز إصلاح و27 مركز إيداع و7 مراكز تجميع. الزميلة نجاة تحسن واكبت من معهد باب الخضرة بالعاصمة أجواء اليوم الختامي للبكالوريا وأعدت التقرير التالي. أكثر من 140 ألف تلميذ وتلميذة استكملوا اليوم امتحانات الدورة الرئيسية لبكالوريا 24 و2000 وسط أجواء تلمذية منعشة. ماراثون الامتحانات كان صعبا نوعا ما بالنسبة للبعض وفي المتناول بالنسبة للبعض الآخر، في حين أكد عدد من المترشحين أنهم متفائلون بالنتائج. صعب شوية سافا، متوسط، معنا إنساني فهم أنجلي يخدم سافا، دفوارات لولاني سافا، من نهاري الأخراني سافا. والله دفوار الأنجلي شوية إسباس نكتبوا فيها فهمني، ولا يزيدونا برشا نورمالمون لتر نتوسع ونكتبوا برشا، ماهيش نتاع باك اخر نهار. ولا راضي على روحي برشا تعال. اكثر حاجه تعديت سياله نتاع العربيه جات سياله بيا، واكثر حاجه صعيبه الجغرافيا. والله متوسط خطرينا مش بيا في الانجليه هو متوسط. يوم اخر نهار انا خايفه على النتيجه مي اللي عندي ثقه في به في المتناول سافا دفار مش خايب في المتناول، مع يبدا مراجع بالبيه ينجم يخدم ماهوش صعيب. دفارات الاولانيين اي ما الاخرانيين ليها خاطر تلقى برشا دروس والوقت يبدا شويه فيه صعيب. في الصيف الانجلي مش صعيب برشا، مثلا دفوار الماتيسر طويل مستحيل اي حد ينجم يكمله في الوقت هذاك، دفوار الميكانيك صعيب على الاخر. وفي اليوم الختامي لبكالوريا 24 و2000 سجل الاولياء حضورهم لمسانده ابنائهم وسط دعوات وتمنيات بالنجاح، خاصه بعد المجهود الذي بذلوه لتحقيق نتائج متميزة. جمعة كاملة هكا، العائلة كاملة مش هنا برك، الناس الكل مستنيه وكها. ربي ينجحهم الصغيرات الكل ويجعل قد التعب قد الفرحة، إن شاء الله يفرحوا والديهم. الحمد لله اليوم خير من نهار الأول وخير، الحمد لله الحمد لله وكها. خايفة شوية وفرحانة، هي عديت بالقدام إن شاء الله ربي معاك. اليوم آخر نهار في البكر نحس روحي باش نرقد ونرتاح ونشرب عرقي، كنت بالحق عصبي متوترة برشا، توا الحمد لله عديت صافا، إن شاء الله النجاح للناس الكل، الله لا تحرم من نجاح ان شاء الله كل دار نسمع فيها الزغريت يا ربي. هذا وانطلقت وزارة التربية السبت الفارط في عملية إصلاح امتحانات البكالوريا على أن تعلن النتائج في 25 من جوان الجاري. تعلم وزارة التربية كافة مدرسي المرحلة الابتدائية المتوفر فيهم شروط الترشح لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى السنة الدراسية 24 و 2025 و 2000، أنه بإمكانهم التسجيل عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية، وأن آخر أجل للترشح هو 23 من جوان الجارية. في سياق آخر، تنطلق مساء اليوم رسميا بتونس أشغال الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشانية وبمشاركة 700 من العاملين في مجالات الطاقة والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية. وعلى هامش المنتدى وقعت وزيرة التربية سلوى العباسي ونائب رئيس
البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية لفائدة قطاع التعليم بقيمة 25 مليون أورو، تهدف إلى بناء 80 مدرسة في مختلف ولايات الجمهورية واقتناء جملة من المعدات لفائدتها، وفق ما صرح به مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لبرنامج تعصير المؤسسات التربوي كريم داود لزميلنا في صح حسنية. قيمة القرض هو 80 مليون أورو، 40 مليون أورو من القرض هو قرض استثمار من البنك الأوروبي للاستثمار، و 25 مليون أورو هو هيبة من الاتحاد الأوروبي، وتقريبا 15 مليون أورو اللي هو معناها مساهمة الدولة التونسية في هذا البرنامج. 50% قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، 31% هيبة، والبقية بطبيعة الحال 19% المساهمة بتاع الدولة التونسية. المدة بتاع المشروع 5 سنوات، بداية من الشهر القادم يعني شهر جويليه سوف ينطلق تنفيذ برنامج تعصير المؤسسات التربوية. العناصر متاع البرنامج هو بناء 80 مدرسة ابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية، واقتناء 73 حافلة مدرسية، بالإضافة إلى اقتناء معدات وتجهيزات تعليمية وأعلامية وبيداغوجية، كذلك أنه فما مرافقة فنية. على صعيد آخر، بمشاركة نحو 220 شركة في مجال النفط واللوجستيك تنطلق أشغال معرض بيترو أفريكا التي تتواصل من 25 إلى 28 من جوان الجارية، وفق ما أكدته منظمة المعرض بسمة حميدية. وأضافت في تصريح لزميل وجيه النمر أن هذه الدورة ستشهد مشاركة عدد من المستثمرين في قطاع النفط والغاز من أفريقيا وآسيا وأوروبا. الدورة هذه مختلفة على الدورة اللي سابقة، على خاطر الدورة سافرت، كي سافرت رجعت افيكين ماتوريتي. الماتوريتي اللي احنا وصلنا توا 50% من المشاركين نتاعنا هما شركات ليبية، وصارت الشراكة 50-50 عام في تونس وعام في ليبيا بأتم معنى الكلمة. الحاجة الجديدة اللي احنا أضفنا معرض النقل واللوجستيك، حبينا نعملوا لهم معرض وحدهم يعتبر لوجيستيكا أفريكا إكسبو، هو مولود جديد لمعرض النفط والغاز. المعرض فيه 4 أيام للعرض، فيه 220 شركة مشاركة، عندنا 40% من المشاركات أجنبية. السنة هذه حضور ليبي بامتياز، حضور سعودي، حضور جزائري، حضور صيني هندي، حضور إماراتي، حضور مصري، حضور أوروبي فرنسي وكذلك إيطالي، وأكثر من شركة سجلت من أكثر من بلد. عنا بلاتفورم موجودة أونلاين، سنة عملنا موبايل أبليكيشن، الناس الكل تقابل بعضها في الموبايل أبليكيشن ويعملوا بي تو بي قبل المعرض، ويصير تشاتينج قبل ما يبدأ المعرض. هذا وأكد ممثل المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محبوب دريد أن ليبيا تسعى لتطوير بنيتها التحتية في قطاع النفط، حيث تهدف لترفيع إنتاجها إلى نحو 2 مليون برميل يوميا، وهي منفتحة على العمل مع شركة تونسية مختصة في المجال. مليارات ترصدها المؤسسة الوطنية للنفط وترصدها الدولة الليبية لتطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا، ونحن على خطى ثابتة في وضع خطط استراتيجية لإنتاج 2 مليون برميل، وبالتالي هذا يعتبر رقم في صناعة النفط. وبالتالي زي ما حكيت أنت أن الأمر يتطلب بنية تحتية ويتطلب إجراء مشاريع كبيرة وصيانات تمتد إلى تجديد للبايبلاينز وصيانة الأنابيب وأيضا الخزانات، ونعرف أن تونس لها باع كبير في إنشاء الخزانات النفط والمشتقات النفطية، وأيضا لها دور كبير في إجراء الصيانات للتوربينات الغازية، ولها مساهمة كبيرة في شركات، وبالتالي المجال مفتوح. شرع مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات، وتقدر الكلفة الجملية للمشروع ب 521 مليون دينار، وسيساهم القرض السعودي في توفير 172.7 مليون دينار من هذه الكلفة، وحددت نسبة الفائدة على هذا القرض ب 2%، كما سيقع سداده على مدى 20 سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات، ويشمل مشروع التجديد والتطوير جزء من شبكة نقل الفوسفات الواقعة بالجنوب التونسي موزعة على ولاية صفاقس وقفصة وجابس.
في سياق آخر، استبعد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في مجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات في تصريح للأخبار، استبعد أن يتم النظر في مقترح تعديل المرسوم 54 قبل العطلة النيابية التي تنطلق في شهر أوت القادم، خاصة وأن مكتب المجلس اختار تأجيل النظر في المقترح إلى السنة البرلمانية القادمة رغم إمضاء عريضة استعجال من قبل 57 نائب. وقع تمرير هالمقترح هذا المكتب المجلس على أساس إحالته للجنة من اللجان. مكتب المجلس رفض تمريره الآن إلى اللجنة، يقول نأجل هذا إلى السنة البرلمانية القادمة. احنا اعتبرنا أنه الموضوع هذا موضوع مهم وحارق، المفروض أنه يمر للجلسة العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية هذه، ودارت عريضة استعجال نظر صحوا فيها 57 نائب وقدمناها لمكتب المجلس. عرض الأمر على مكتب المجلس من جديد، مكتب المجلس قرر بأغلبية الأصوات لأنه كان ممثل كتلة الخط الوطني السيادي فقط هو اللي صوت لصالح تمرير هالمقترح هذا للجنة من اللجان. إلى حد الآن مكتب المجلس لم يمرر هذا المقترح إلى أي لجنة، وهذا يدل أنه لا يمكن أن يدرس الموضوع هذا قبل العطلة البرلمانية للأسف. النائب عبد الرزاق عويدات قال إن المرسوم 54 يهدد الحريات ويتعارض في جزء منه مع الدستور. قلنا راهو يهدد الحريات، لأنه بالنسبة لنا كنت حتى لحرية الصحافة نتحدث على مرسوم 115 و116 هو اللي يلزم يحتكم ليه الصحافي أو الإعلامي. مرسوم 54 في جزء منه يتعارض مع الدستور، في بعض فصوله بيتعارض مع اتفاقية بودابست اللي أمضينا عليها في مجلس النواب، وبالتالي طلبنا التعديل في بعض الفصول وطلبنا إلغاء الفصل 24. بمناسبة عيد الإضحى المبارك، تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من يوم غد في صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة والمساعدة الظرفية. اعتبارا للكثافة التي تشهدها حركة المرور بكافة تراب الجمهورية هذه الأيام وخلال عطلة عيد الإضحى المبارك، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى الحذر واحترام قانون الطرقات لتفادي الحوادث. ممثل عن المرصد سليم عياد: احترام قوانين الطرقات والسير لتجنب المخاطر، تقيد السرعة المسموح بها واحترام مسافة الأمان، عدم القيام بالمجاوزة الممنوعة، ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وتكون مطابقة للمواصفات، كذلك عدم سياقة الدراجة النارية دون رخصة. واللي بالمناسبة المرصد الوطني لسلامة المرور بفروعه الإقليمية قاعدين يقوموا بدورات تكوينية مجانية في مجال قانون الطرقات لفائدة مستعمل الدراجات النارية بتبيعة بالتنسيق مع السلطات الجهوية. تجنب السياقة في حالة تعب، وهون نأكدوا أنه في صورة ما عبرت نجم تاخذ قصة من الراحة، خاصة كي تكون المسافة طويلة. استعمال حزام الأمان، عدم استعمال الهواتف الجوالة أثناء السياقة، الانتباه وترك الأولوية للمترجلين. كما جرات العادة، المرصد الوطني لسلامة المرور يشتغل حاليا على الخطة الاتصالية والتحسيسية في السلامة المرورية بمناسبة فصل الصيف. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، ومع دخول العدوان الصهيوني اليوم يومه 50 بعد 200، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية متواصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع أن محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف نتيجة عدم توفر الوقود. كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود من جهتها أن أكثر من 800 ألف شهيد ونحو 2400 جريحة بقصف مكثف وهجمات برية للقوات الإسرائيلية بغزة منذ مطلع جوان الجاري. فخلصت لجنة تحقيق أممية اليوم إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل الإبادة، ويشكل هذا التقرير أول تحقيق بالعمق تجريها الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي. أكدت من خلاله أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود هجوم متعمد ومباشر على سكان المدنيين في قطاع غزة.
على الصعيد السياسي، سلم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أمس رد المقاومة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار إلى الوسيطة القطرية. رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثانية، وكشفت مصادر إعلامية أن الرد الفلسطيني الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقفا تام لإطلاق النار والانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا. رد المقاومة الفلسطينية رحبت به الولايات المتحدة وقالت أنها بصدد تقييمه وتتحفظ على التعليق بشأنه لحين مراجعته. وعلى الجانب اللبناني، أعلن حزب الله اليوم قصفه موقع رويسة القرن في مزارع شبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية وموقع الرمثة في تل كفر شوبة محققا إصابات مباشرة فيهما. وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أكد أن أكثر من 100 صاروخ أطلق من لبنان على دفعات نحو صفد وطبرية والجليل الأدنى وشمال غور الأردن، ما تسبب في اندلاع عدد من الحرائق في شمال إسرائيل، فيما أكدت مصادر صحفية إطلاق أكثر من 170 صاروخ من جنوب لبنان على الجليل والجليل الأعلى والجولان السوري المحتل. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 24 و2000، وفي النشرة رصدنا أجواء يومها الأخير. بداية من يوم غد صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلة المعوزة والمساعدات الظرفية بمناسبة عيد الفطر المبارك. على هامش انطلاق دورة 21 من منتدى تونس للاستثمار، توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الأوروبي للاستثمار لفائدة قطاع التعليم بقيمة 25 مليون أورو. وفي العالم، محطة الأكسجين الوحيدة في غزة مهددة بالتوقف لعدم توفر الوقود، ومنظمة أطباء بلا حدود تؤكد استشهاد 800 فلسطيني في غزة منذ مطلع جوان الجارية. إلى اللقاء.